ولا حول ولا قوة إلا بالله من أمر علم وعدد الله علم وزنة ما عليم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عنده اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به والحقه بنبينا عليه السلام والله من ورائهم محيط بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إنك أنت التواب الرحيم فما ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فما ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين فما ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين أحباب واحد وقفة واحد دقيقة حبيب ديالنا أخ ديالنا صديق ديالنا كيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في هذه اللحظة الآن يسأل فاسألوا له التثبيت الآن هذه اللحظة اللي كنواريو الصلاة على الميت كتبدا عملية السؤال أي واحد فينا لا يستثنى من هذا الموقف أي واحد فينا لا يستثنى أن يكون مكانه وهذا بالأمس كان معنا أخونا حبيبنا عديد بين ظهورنا واليوم غادر إلى دار البقاء فهذه موعظة لنا نحن ولأنفسنا ولسيئاتنا وغفلتنا وذنوبنا وماذا ينتظرنا جميعا ونفسي أولا الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا رب تقبلوا عندك من الشهداء اللهم تقبلوا عندك من الشهداء واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربي عجز الطبيب فداونا وضعفت حولتنا فقونا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.